مطعمنا فشا 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 ابو معروف فشا 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 في بلد ازدواجية المعايير هكذا استقبل العميد فايز كرم بعد تنفيذه محكوميته بتهمة الاتصال بالعدو الإسرائيلي، تهمة وضعها كرم في خانة الاتهام السياسي. وفور خروجه إلى الحرية مستفيدا من قانون خفض سنة السجنية، توجه إلى الرابي لتأكيد مرجعيته السياسية. أنا طالع من الحبس، أنا طالع من مرحلة كتير صعبة كانت، ما بدي أقول الله يسامح ولا بدي أقول أنا طالع لأنتقم. الحق بيرجع بيظهر جلي لكل العالم. أنا من وقت ما طلعت الحبس حبيت مرقت على الرابية لثبت التزامي السياسي بالجنرال عون، ولثبت التزامي الحزبي بالتيار الوطني الحر وبتحالفات التيار الوطني الحر. أنا ملتزم فيها، أنا متشبث ومتمسك فيها للآخر. إن شاء الله بالأيام الجاية يلي كانوا عم بيزيدوا ما بيننا بالاتهام وبكب التهم، إن شاء الله نحن وياهم نكون بفرد خط بالدفاع عن لبنان في حال هجمت أي قوة خاصة إسرائيل، العدو الإسرائيلي في حال هجم لبنان، إن شاء الله نكون نحن وياهم على فرد خط عم ندافع عن لبنان. في دارته في زوق مكايل أقارب وأصدقاء، أما التيار الوطني الحر فكان الغائب الأبرز، وحده علم البرتقالي حضر خجلا. أنا انحكمت أساسا بمادة 278 يلي هي اتصال، وأنا اليوم موجود معكم بعد سنتين طويف. أنتوا شفتوا كلكم شو طلع، أنا ما في عندي لا اليوم لا في شيء مصادر ولا في شيء ملقوط علي ولا أي شغلة. وكان كرم قد خرج من سجنه في الشرطة العسكرية بموكب عائلي وبصمت واعتكاف عوني لافت. إلا أن برتقاليي صغرت ملأوا الفراغ العوني بحواجز ترحيب بالعميد العائد إلى مسقط رأسه. كما توجه كرم إلى مدافن العائلة في صغرتا حيث زار أضرحة والديه وشقيقه، مختتما يوم الحرية الأول في كنيسة إهدن.